إمكانية تفجير سد النهضة ذعر في إثيوبيا بعد ضرب الجبهة التحرير تيجراي، وعاجل أول تعليق هام جدا من الرئيس مجلس النواب على قضية سد النهضة، وعاجل الفريق مهاب مميش يكشف عن أسرار خطيرة لأول مرة ننشرها لحضراتكم، وعاجل هدايا الحكومة للمصريين في الشهر الحالي بننشر لحضراتكم التفاصيل. في البداية صلى الله على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر وانتوا قدها وطنيين. نبدأ في تفاصيل أول خبر معانا، وخطوات تفجير سد النهضة الذعر في إثيوبيا بعد ضربة جبهة التحرير تيجراي. في تقارير إثيوبية قالت إن الحكومة كثفت التأمين حول سد النهضة بعد أن رصدت معلومات عن خطة جبهة التحرير تيجراي لتدميره. مكتب الطوارئ الإثيوبي أعلن إن الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي دمرت سد تاكيزي شمال إثيوبيا بهدف عرقلة إيصال المساعدات للإقليم. كانت الحكومة الإثيوبية قد أعلنت وقف إطلاق النار أحادي الجانب لأسباب إنسانية لمساعدة المزارعين في مزاولة الأعمال الزراعية خلال موسم الأمطار الحالي وفقا لروسيا اليوم. رفضت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي وقف إطلاق النار من قبل الحكومة الإثيوبية لدعم المزارعين للاستفادة من موسم الأمطار الحالي، وقامت بتدمير سد تاكيزي الذي يعتبر أحد المنافذ وطريقا لتوصيل المساعدات الإنسانية في الإقليم حسبما أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية. المصدر معنا كان من صحيفة الموجز، ويعني أنا أتمنى أن يبقى فيهم منهم كده يدمروا سد النهضة، ده شيء هيبقى يعني عظيم وكويس جدا. لو حضرتك جيت لجزء ده من الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة من الزرار الأحمر أسفل الفيديو. يلا ندخل على تفاصيل الأخبار. ننتقل لخبر آخر معانا، وعاجل أول تعليق هام جدا من رئيس مجلس النواب على قضية سد النهضة. قال رئيس مجلس النواب حنفي جبال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد في عديد من المناسبات إلى إن مياه النيل تمثل مسألة وجودية بالنسبة لمصر والمصريين، وشدد في تصريحات صحفية على إن جهود الدولة المصرية تسير في هذا الإطار بنجاح كبير، وذلك بالتواصل مع جميع الأطراف الدولية ذات الصلة ووضع جميع البدائل المتاحة على طاولة البحث في قضية سد النهضة. وأشار إن البرلمان المصري من جانبه يقوم ببذل كل الجهود للتواصل في إطار علاقته الطيبة بجميع برلمانات دول العالم وممثلي البعثات الدبلوماسية في مصر، وكذلك الاتحاد البرلماني الدولي والاتحادات البرلمانية الإقليمية لشرح عدالة الموقف المصري تجاه هذا الملف والأهمية الوجودية لمياه النيل بالنسبة للمصريين. وأضاف أن تعثر المباحثات حول ملف مياه النيل يرجع إلى الموقف السلبي للجانب الإثيوبي وتعنته في إبرام اتفاق قانوني ملزم لحل هذه المسألة، ونوه إلى أنه يرى من خلال قراءته للوضع الحالي لهذا الملف من جوانبه المتعددة والمتشابكة أنه سوف يجد في نهاية الأمر حلا عادلا، وأساس ذلك عدالة الموقف المصري في هذا الموضوع وقوة البدائل التي تملكها مصر وعلاقتها الطيبة والراسخة في الوقت نفسه بكل الأطراف الدولية، ومن ثم قناعاتهم بسلامة موقف الدولة المصرية والأسلوب الحكيم المتوازن الذي تسلكه القيادة السياسية في هذا الأمر. إن شاء الله نتمنى الخير في هذه القضية، نتمنى الحفاظ على مياه مصر بإذن الله. وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل لخبر آخر معانا، وعاجل الفريق مهاب مميش يكشف أسرار خطيرة لأول مرة ننشرها لحضراتكم. كشف الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية المشروعات محور قناة السويس أسرار خطيرة عن كواليس ثورة 30 يونيو. أكد أنه في تلك الفترة في حكم الإخوان كان في قيادة القوات البحرية ولا يغادر المقر على الإطلاق إلا بعد المرور على وحدات التأمين،
لافتا إلى أنه كان هناك تهديدات ل 48 منصة بترول وغاز طبيعي بالبحار خلال ثورة 30 يونيو، وأشار إلى تعرض تلك المنصات إلى الهجوم من قبل الإخوان الذين سرقوا معدات الأجانب العاملين بها، مضيفا أن القوات البحرية كان يقع على عاتقها تأمين نحو 38 ميناء عاما وخاصا، وقال إنه كان على ثقة أن الشعب المصري لن يتخلى عن مصر أبدا في حالة رصد تعرض وطنه للخطر. وأضاف في لقائه مع برنامج الجمعة في مصر المذاع على MBC مصر أن جميع فئات الشعب نزلت خلال ثورة 30 يونيو لحماية مصر، ذاكرا أن الرئيس تمكن من مخاطبة الوطنية وعزة النفس للشعب، وأكد أن المجلس العسكري كان متوقع نزول الشعب خلال ثورة 30 يونيو لأن المصريين حينما يشعرون بالخطر يحمون بلادهم بأرواحهم. المصدر معنا كان من صحيفة الموجز، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل لخبر آخر معانا، وعاجل هدايا الحكومة للمصريين في الشهر الحالي وفي ظل الظروف الاستثنائية اللي احنا فيها دلوقتي في جميع دول العالم بسبب الوباء والآثار السلبية اللي عملها الوباء، لم تغفل الدولة المصرية عن معايشة الواقع وتماشيها مع الأحداث. وتحقيقا لذلك أقرت الحكومة العديد من المنح والحوافز والعلاوات لتحسين أحوال العاملين سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. نبدأ بزيادة المعاشات، وتضمن قانون المعاشات الجديد تحريك موعد تحديد معدل التضخم منذ الأول من يوليو، حيث تزداد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو. وننتقل لعلاوة الموظفين، وتنص المادة 37 من قانون الخدمة المدنية على أن يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يونيو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، على أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة، ويكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين مبلغ 75 جنيه شهريا، وذلك للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المستحقة في يوليو 2020. العلاوة الخاصة كما يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية اعتبارا من أول يوليو المقبل علاوة خاصة بنسبة 13% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2020 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيه شهريا. مصدر معنا كان من صحيفة الموجز. أتمنى أكون خفيف على حضراتكم ونقلت لحضراتكم يعني الأخبار اللي موجودة والمهمة في الوقت الحالي. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد. كان معكم إسلام الأمير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.